من النكات التي نتجها الخيال الشعبي في المغرب هو ان واحد الشاب مشى يخطب واحد البنيه، دخل عند دارهم استقبلوا الاب، قال لي اودي طلب رغب في بنتكم على سنه الله ورسوله. فالاب يعني كاي شاف دو فوايي قال لي مرحبا وليدي ما كاين حتى مشكل، ولكن انا راه من حقي نطمئن على المستقبل ديال بنتي. فقال لي ذاك الولد اطمئن، يعني من هذا الباب راه عندي ربعه لوزينات. الاب يعني قال لي ودي راه ماشي لوزينات راه خاصها فين تسكن. قال لي حتى في هذه النقطه اطمئن، راه عندي خمسه ديال الفيلات واعرين في المغرب، وعندي شاليه في افران، وعندي ابارتومون في نيويورك وفي باريس. ولكن يعني الاب قال لي ودي راه خاصها فاش غتنقل، قال لي الاسطول ديال السيارات ديالي وحده نسيك في الاخرى على الطوبيلات ديال الفريع. فالاب يعني تفاجئ لان امام واحد الخطيب لو بارفي قدامه. فقال لي وليدي ما فيك حتى شي ديفو. قال لي ذاك الوليد لا حاجه حاشا الحاج، الديفو الوحيد اللي فيا الكذوب 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 الكذوب. يعني هذه النكته اللي نتج الخيال الشعبي تنطبق بامتياز على الحكومه المغربيه، بحيث ان الانسان من برا ملي كيتصنت ليها تيقول هذه الحكومه ديالو بارفي في المغرب، ولكن ملي كنجيو على ارض الواقع تلقاو كتكذب على الله وكتكذب على الشعب وكتكذب على الملك. والدليل عندنا امثله متعدده في هذا الباب. ناخذ لوكا ديال سوس، المخطط ديال التسريع الصناعي اللي كان مامول انه يهز هذا لوباسان اللي فيه 2.5 مليون ديال السكان، ولحد الان ما خرجش الحيز الوجود وتعطل. ناخذ لوكا ديال التكوين المهني اللي عندنا تقريبا يعني الثلثين ديال الشباب يعني يستهدفهم هذا المخطط، ولحد الان كله عيوب وكله ثقوب وما خرجش في حيز الوجود من طرف الحكومه. ناخذوا لوكا ديال الطريق ديال تازا، تازا الحسيمه اللي كان يفترض ان تخرج في 2015 ولحد الان لم تترى النور. ناخذوا مشكل اخر افظع اللي هو الطريق السريع ديال تيزنيت الداخله، خصوصا لو ترونسون ديال قلمي من العيون اللي لحد الان نوصل انه ما خرجش حيز الوجود، بل انه وقف لنا قطار الجهويه لان الجهه ديال قلمي توقفات وتحلات. ناخذوا لوكا ديال الميناء ديال ايفني اللي غرقت فيه الحكومه وغرقت فيه الامال ديال السكان ديال ايس بعمران. ناخذوا لوكا ديال طنجة يعني ديال الكلية ديال الطب، وهذا مثال فظيع لأن الحكومة سجلت الطلبة وما موجهش للكلية. ناخذوا المدينة الصناعية المدينة العلمية أو التكنولوجية يعني في طنجة اللي لم تنهض الأساسات ديالها من الأرض. ناخذوا لوكا ديال سلا الحضاري اللي فيه 1 مليار ديال الدرهم ومازال يتعثر لحد الآن، أو لوكا ديال تطوان اللي فيها 5.6 مليار ونفس الشيء حتى هو لم يخرج إلى حيز الوجود بعد. ناخذوا لوكا ديال الدار البيضاء وهذا مثال بارز وفاضح اللي فيه 33 مليار ديال الدرهم ويفترض أنه يسالف 2020، ولا تظهر تباشير في الافق ان هذا المشروع اللي توقع امام الملك وامام الراي العام انه غادي يخرج الحيز الوجود بسبب يعني سوء تدبير ديالو من طرف السلطات العموميه وعدم الكفاءه ديالها. وناخذوا لوكا ديال تمسنا من 2002 لحد الان يعني لم تنفخ فيها بعد الروح، هي ولا تمنصورت ولا الخياطه وغيرهما كثير في هذا الباب. وهذا الشيء يعني استحضرنا فقط يعني امثله قليله، اما اذا دخلنا اللائحه ديال الجماعات واللائحه ديال الجهات غادي نتصابوا بالدوار، لان الارقام فلكيه مرصودة لهذه المشاريع ولحد الان يعني لم تخرج لحيز الوجود بسبب قله يعني بسبب يعني عدم الكفاءه ديال الحكومه وديال الاداره ديالها. وهنا في نظري يعني عندنا حلين لا ثالث لهما، يا اما نديروا واحد لابيل دوفر انترناسيونال ونجيبوا شي حكومه من جابون ولا من كوريا الجنوبيه ولا من سنغافوره باش توقف الامور على رجلها في المغرب، واما نغوتوا على الارمي يحل محلات الحكومه اللي تسير الشؤون العامه واحد دومون دو لوتر وموندا، رئيس ما نتوفروا على نخاب عند الكبده وليس ما نتوفروا على وزراء وعلى اداره اللي عقلها ودمها وقلبها على البلاد.